هوروسكوب هوروسكوب صباح الورد صباح الحظوظ على جوهر اف ام. الحمل. نبداو برج الحمل واللي يقولوا له التحرر من الخضوع يخليك تقدم تنازلات للشريك، لا سيما انه الوضع باش يكون فيه تتبعات سلبيه عليكم، هذاك علاش حكم عقلك يا برج الحمل. الثور. تنقلب بالمعطيات لمصلحتك وتبدا مرحله جديده، واذا كنت انت تبحث على علاقه تتوفر لك الفرص الجيده، ان شاء الله اللي جاي باش يكون خير برشا من اللي تعدى. الجوزاء. تعيش اوقات سعيده بجانب الحبيب باش يعاونك على حل مساله تتعلق بالعائله او احد الاقارب. السرطان. قد تواجه بعض الصعوبات في العلاقة العاطفية وتتعامل مع شريك بروح جديدة، هو شخص صادق ومخلص إلى أبعد الحدود، فحاول أنك تتفهمه في الفترة هذه. الأسد. بعض الظروف تستدعى منك التحفظ والانتباه والابتعاد عن الارتجال في القرارات وعدم الإقدام على أي تعديل أو تغيير في المجال العاطفي يا برج الأسد. العذراء. لازمك تسير مع الشريك جنبا إلى جنب، وهذا باش يعاونك برشا على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح. الميزان. الشريك قادر وحده على تسوية أموره العائلية بحكمة وروية، ما تتدخلش حتى لا تزيد الوضع تأزما، ينصحك الفلك فقط باش لهي بصحتك في الفترة الجاية. العقرب. لقاء حاسم مع الشريك وخصوصا انه الاخطاء باتت تتكرر بيناتكم، المعالجة اصبحت ضرورية، حاول انك تنقص من ستريس وتبعد على المتاعب واللي تنجم ترهق لك اعصابك. القوس. قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والاجتماعي باش تكون انت فرحان وهو زادة، الفلك ينصحك باش تستشير خبير تغذية ينجم يعطيك ارشادات خاصة بحكمة حمية غذائية ترجع لك الفورمة وثيقتك في روحك. الجدي. ادرس خطواتك بدقة، ما تغمرش في علاقتك بالحبيب، انت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه، دونك حاول انك تكون قوي وتتغلب على كل النزوات. الدلو. ما تعتقدش انه سكوت الشريك يفسح لك المجال للاستمرار في ارتكاب الاخطاء، هو قادر على قلب الامور رأسا على عقب، خليك جدي معاه وخلي الامور تمشي الى الطريق الصحيح. الحوت. ونختموا مع برج الحوت اللي يقولوا الفلك انت في البيريود هذه ترغب في تقضية المزيد من الوقت مع الحبيب، قريبا الأمور بترجع لطبيعتها وحتى أفضل مما كانت عليه، فقط سارع بالمبادرة في الفترة الجاية. كنت هذه قراءة أبراجكم وحظوظكم لليوم، أنا أقولكم استنوني غدوة في قراءة جديدة. تشاو تشاو أدوما.